عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. الوغ بعد ما عملت لكم التقديم بتاع البولو، كان متفرش في التقديم حكيت لكم على البولو الفيس ليفت، الفرق بينها هي والبولو اللي قبلها. واليوم رجعت لكم باش نعمل لكم التيست درايف نتاعها، دونك باش نحكي لكم توا على تجربة القيادة نتاعها. دونك كان متفرشتش في الاوبسيون نتاعها نصحك تفرش في الفيديو هذاك، كان تحب تفرش ديريكت في التيست درايف مرحبا بك. دونك توا قبل ما نبداو اشتراك في القناة مهم على الاخر، توا باش نحكيو على شنو الموتور اللي فيها والكومبورتمون نتاعها في القياس في فيديو قصير. ويلا بينا نبداو بالفيرسون اللي معنا اليوم، تقديم دار بالمفتاح والبواطه نتاعها اوتوماتيك. به فرانا مع نتاعها من دونك بالنسبه للكاميرا نتاعها وريتها لكم ديجا في البريزونطاسيون نتاعها. كاليتي كيما قلت لكم 6/10 نعطيها. الخطوط ما يدوروش مع الفولون، اما تعاون. وفيها الرادار الامامي، تو انا كي حطيت الدي قال الرادار قاعد يعاون فيا تو من هنا. اول حاجه نسمعها واللي هي الصوت تاع الموتور، الصوت تاع الموتور نتاعها، على خاطر الموتور اللي معنا اليوم 3 سيلندر. بالنسبه للموتور اللي معنا اليوم 1 لتر 95 حصان و 175 نيوتن متر باهي، و 3 سيلندر ديجا قاعد نسمع في صوت. والكهرباء اللي معنا اليوم الحاجه الباهيه شنو هي، مش جديده الكهرباء اللي معنا اليوم، ماشيه 27000 كيلومتر. دونك هكا نجربها من بعد، فهمت مع ديجا عامله دي زونتريتيان وديجا فهمت مع تعبر، قاعد نجرب في كهرباء ديجا مستعمله. الرادار الامامي مازال قاعد يتبع فيا حتى شلت تو قاعد يعلن فيا. دونك الموتور كما قلت لكم اللي معنا اليوم 1 لتر 3 سيلندر، هو نفسه اللي جانا نفس الموتور. الفاست انه 1 لتر حاجه باهيه برشا، تعاوننا في حاجتين واللي هي انه اللي يكون الموتور نتاعها 1 لتر معناتها تكون سياقه المحرك نتاعو اقل، نرفعوا حاجتين واللي هي التلوث ليميسيون تاع السي او 2 تكون قليله، وثاني حاجه واللي هي الكونسوماسيون نتاع الكهرباء. واللي هي نرفعوا الكونسوماسيون نتاع الكهرباء، الكونسوماسيون نتاع الكهرباء تكون قليله. دونك و 1 لتر اما تي اس اي توربو، معناتها فهمت هو 1 لتر صحيح، كان جيت 1 لتر واتموسفيريك نضمن لك الموتور يكون ضعيف على الاخر، لكن حطوا فيه توربو باش بالطبع باش نحصلوا على بوسونس في الاخر. دونك نزلوا عليها احنا تو الموتور يعيط شويه بكري، يعيط بكري شويه، اما الكوبل تاعها خدم بالكدا. الكوبل تاعها 175 نيوتن متر في الكاتيجوري هذه، تسمى به بالكدا. دونك بالنسبه للفرناج تاعها قوي، رغم انه الفرام تيلي طنبور ماهوش ديسك. اذا استغربت انا في الكاتيجوري هذه كيفاش مازالوا يعملوا في كيفاش مازالوا يعملوا في الفران طنبور من تيلي. دونك الموتور رغم انه 3 سيلندر، لان العزل انا في السباق ديما نلاحظها انه العزل يخدموه، حتى كان في كهرباء صغيره العزل يخدموه بالكدا. دونك البوطه اللي معنا اليوم، البوطه اللي جينا احنا بوط مانويل 5 رابور، فهمش ديجا على جابوا المانويل بالرسمي، يعني فهمش على جابوا المانويل. اما البوات اللي قاعد نتزرع فيها هنا هي البوات تو دي اس جي 7 رابور، ديجا فيها المانيال. دونك انا مثلا هنا نجم تو نعديها المانيال، نجم تو نعديها المانيال. مثلا انا تو في الفيتاس الثانيه، نجم انا تو نمشي للفيتاس الثالثه، معناتها نجم المانيال يا اما بالفيتاس يا اما زاد حتى عندي باليت زاد، عندي دي باليت زاد نجم هاكا نبدل الفيتاسات. تبديل الفيتاسات يصير بسرعه زاد، اما في الاوتوماتيك قاعد يعمل لي كان في الاربع فيتاسات هكا هاو. لا قاعد يكمل في الفيتاسات الاخرين. دونك انا نشوفها في السسبنسيون نتاعها بالرسمي، ما تحس بحتى تحس بحتى قلق، معناتها ماشي يابسه بالعكس نعمه بالكدا. الحاجه اللي عجبتني انه في الكاتيجوري هذه والعزل مخدوم بالكدا بالرسمي، العزل مخدوم بالكدا بالكدا، والسسبنسيون نتاعها باهيه بالكدا. لكن على الغالب احنا جاتنا بسوم غالي برشا، دونك اصلا ما قادش طلب رغم انه نعرفوا لي بولو بين عندك تنزل عليه باهي بالكدا. دونك لاني عارف راك زعما هنا نعمه بالكدا بالكدا في السسبنسيون بالرسمي، نعمه بالكدا بالكدا خير حتى من المنافسين في السسبنسيون نتاعها. دونك بالنسبه للسيكوريتي احنا جينا بدي فيرسيون، فما الدرايف واللايف. دونك الفرق في السيكوريتي انه العاديه اللي انا جربتها هي البازيك،
فيها 6 ايرباجات وفيها لابيس وفيها تراكشن كنترول وفيها ديتكتور بريسيون دو بنو وفيها كنترول دو فاتيك. وبالنسبه للفيرسيون العاديه دونك نرجع اوتو من هنا. بالنسبه للفيرسيون العاديه زيد فيها كان زيد فيها دوز اوبسيون حسيلو في السيكوريتي، ما فماش فرق بعيد صراحه فهمت. وباهي السيكوريتي 6 ايرباجات في البازيك تسمى باهي بالكدا. سبحان الله نزل عليها شويه تربو يجاوب مخر شويه تسمع الموتور ولا يعيط، اما باهي تجاوب بالكدا. الفرناش تاع حس دبي مش خايف، الفرناش تاعها مش خايف. انا طبعا قاعد نسوق في الكيس مونتر كيس مبلوك ديجا، اما ما حسيتش حتى زلق رغم اللي فيها تراكشن كنترول وراكحه في الكيس. باهي وانا في وانا في الرابور الثاني والفيتيس ايش 60 معناتها يتسمى بالكدا. دونك شنو هي اخر بالنسبه للكونسوماسيون تاعها زاد عاديه على الاخر ماهيش خايبه ديما 1 لتر. تقول علاش ما جاتناش اكثر من 1 لتر؟ نقول لك جات كان جات هي في الاصل اكثر من 1 لتر ما تجيناش احنا على خاطر الديوانه باش تكون اعلى. دونك هذاك علاش. دونك شنو اخر نحكيو عليه تقريبا ما بقى حد شيء. بالنسبه للاوبشن تاعها فيها الاكران هكا قدامي اكران كبير، فيها فيها هذا الاكران يعطيك كل المعلومات. السيكوريتي ناقصه شويه معناتها هذيك هي. تقديم بالمفتاح حبيت لو كان زاد تطور التواليت بالبوتون. الفولون تاعها مزيان برشا، قاعده الكرسي تاعها ماهيش خايبه، ماهيش كومفورتابل برشا باش نقول لك كومفورتابل برشا لكن مقبوله. لكن انا غالب خرجت من المنافسه، احنا كي جاتنا خرجت من المنافسه ككهرباء فهمتني، هذيك حاجه خايبه. خرجت من الناس من سبب السعر نتاعها، راه معناتها انت تاخذها في ستوبسيون تاخذها ب 80 مليون، معناتها 80 مليون ديجا معناتها تاخذ بها كاتيجوري كومباكت. تو في ساعه نجربها. ما فيهاش دي مود دو كوندويت، لكن كهو ما فيهاش معناتها مود سبور ولا مود مانيال، ما خلطناش الكاتيجوري هذه باش نوصلوا هكاك. ديجا هما تيربوش عندنا احنا، عندنا كان هيونداي فان جي تيربو كهو، معناتها في تيربو في الكاتيجوري هذه معنا كان هيونداي فان اختها 1 لتر زاده 172 زاد نيوتن متر و 100 حصان، مع تقريبا كيف هذه هذه 95 حصان نفس الموتور. ودي جينا مواصفات اوروبيه قال ديجا جينا غاليه. دونك هكا نكونوا كملنا الفيديو نتاعنا بالنسبه لليوم. ان شاء الله تكون استفدت ديجا. ها تو على فكره تو نسيت باش نقولها لكم، تو ديجا الكهرباء سكتت، تو ديجا الكهرباء سكتت، عاود خدمت مره اخرى تو كي سيبت الفران عاود خدمت مره اخرى. فيها الفازه نتاع الفلسه وريتها لكم في البريزنتاسيون الاي اوف هذيك نتاع الكهرباء تسكت وحده في الامبوتياج تعاود تخدم واحد. دونك انا قعدت شاد الفران تو هذه تنقص برشا في الكونسوماسيون نتاعها. وهذا هو بالنسبه للتيست درايف نتاعها. ان شاء الله ما تكونش ما نكونش طولت عليك، وكان عجبك تنساش تعمل اشتراك في القناه. الاشتراك في القناه مهم برشا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.